نقدم لك مجموعة من الوصفات البسيطة مع جملة كرافت كريم القابلة للدهن. جربي البروسكيتا بصلصة الزيتون الأسود والطماطم اللذيذة هذه الليلة. لهذه الوصفة ستحتاجين جملة كرافت كريم القابلة للدهن وهذه المكونات. قبل أن تبدأي، قمي بوضع شرائح الخبز المخمرة السميكة على الشواية حتى يتحمص قليلا. أثناء انتظارك قمي بتحضير المكونات الأخرى. قصي الطماطم إلى نصفين. قطعي الفلفل الحلوة الحمراء إلى شرائح ناعمة. حالما يتحمص الخبز ادهني كل شريحة بفصوص الثوم، ومن ثم تضاف الطماطم المقطعة لتبليلها. غطي الثوم والطماطم المدهون على الخبز ببعض من جبنة كرافت كريم القابلة للدهن. وضع الكوسة المشوي والفليفلة المشوية فوق الجبنة. وضعي فوقها هريسة الزيتون الأسود الشهي وزينيها بأوراق الريحان. ستجدين وصفة البروسكيتا بصلصة الزيتون الأسود والطماطم اللذيذة هذه على صفحتنا في الفيسبوك. انضمي للصفحة لتستمتعي بالطعم الأصلي لمزيد من المرح.